تمام. إذا هلا تكملة في تشابتر 13، وبدنا نيجي هلا على موضوع الارك لينث في السبيس. هلا طبعا الارك لينث نحن تطرقنا له إذا بتتذكروا في الكالكولس 1 في تشابتر 6، وفي 6.3 بالتحديد على ما أعتقد. وطلعنا هناك الارك لينث لفانكشن لجسيم بتحرك بالاكس واي بلين. خلينا نشوف مع بعض، نتذكر مع بعض اللي شرحنا لكم اياه بكالكولس 1. فحكينا اذا في عندنا مثلا جسيم مثلا بالاكس واي بلين، هاي الاكس وهي الواي، وعلى فرض انه في عندي انا جسيم بتحرك بهذا السبيس بهاي الصوره مثلا، تمام. هلا اذا كان عندك هذا الباث اللي مشى عليه، اذا كان الباث مثلا هذا هو اف او واي مثلا يساوي اف الاكس، اذا كان الفانكشن اف از ديفرنشبل قابل للاشتقاق على الفتره مثلا اي بي، معناته بقدر اطلع طول الكيرف، بقدر هذا الكيرف الاورنج اللي شايفينه هون بقدر اطلع طول اللي هو عباره عن تكامل من A ل B، اذا بتتذكروا من كالكولس 1 في 1 زائد F فتحه للX الكل تربيع DX. طبعا نتذكر هون F فتحه للX اللي هي عباره عن DY على DX. واذا كان الكيرف معمول له بارامترايزيشن من كالكولس 1، اذا كان في عندي بارامترايزيشن للكيرف، بمعنى انه البارامتريك ايكويشن بهاي الصوره، خليني بس اغير اللون، على فرض مثلا اكس مثلا تساوي فانكشن اوف تي مثلا، وجي تساوي سوري واي تساوي مثلا فانكشن اوف واي فانكشن اوف تي مثلا جي اوف تي، وطبعا تي ساكنه في فتره بنسميها انترفال معينه اي بي مثلا. هلا هاي اذا كان الكيرف معمول لبارامترايزيشن، ساعتها بقدر احكي انه هذا الكيرف تبعنا هون ال هو نفسه ايش؟ تكامل من A ل B جذر اني اروح اشتاق دي اكس على دي تي الكل تربيع، هذا من الكالكولس، زائد دي واي على دي تي الكل تربيع بالاخر بعمل تكامل بالنسبه لتي. فاذا كان الكيرف معمول لبارامترايزيشن بالاسود، بقدر اطلع اللينك باستخدام القانون اللي بالاسود، واذا كان القانون واذا كان الكيرف معطى واي تساوي اف اوف اكس، بقدر استخدم اللي بالازرق نفس الحاجه. طبعا ليش نفس الحاجه؟ طلع كيف بقدر اعمل لك بروف لهم بس عشان نراجع مع بعض الكالكولس. فبقدر اعمل كالتالي، لاحظوا انه هاي ال اللي هي عباره عن التكامل من A ل B، لو جيت اخرج عامل مشترك مثلا دي اكس على دي تي من كل تربيع، اخرجها عامل مشترك، شو راح يضل جوا؟ راح يضل واحد زائد هاي دي واي على دي تي من كل تربيع، وهي دي اكس على دي تي من كل تربيع. هاي عملنا اخراج عامل مشترك، وبرا هاي دي تي. هلا عشان افرجيك انه هذول القانونين هم نفس الحاجة، فبطلع معك تكامل من A ل B. هلا الجذر بتوزع على الكمية الأولى وعلى الكمية الثانية، فلما يتوزع على الكمية الأولى شو بتصير هاي الكمية؟ بروح التربيع مع الجذر، وهون بضل عندك جذر اللي هو واحد زائد. هلا بتشطب اللي هو التربيع هون مع التربيع هون بشطب، بضل عندك دي واي على دي اكس الكل تربيع، وهيها دي تي برا. هلا دي تي برا هاي بتشطب مع دي تي اللي هون، وبضل معك في النهاية اللي هو التكامل من A ل B جذر واحد زائد. طبعا دي واي على دي اكس قبل شوي شفناها، هيها دي واي على دي اكس اللي هي عبارة عن اف فتحة، وبالتالي بيجي بحط هون هيها اف فتحة للاكس الكل تربيع، وهي دي اكس بجيبها بحطها هون، فبطلع معك اللون الايش؟ هاي القاعدة هي نفس القاعدة اللي باللون الازرق قدامك هيها. سو هاي طريقتين كيف تحسب ايش؟ ال طول الكيرف. هلا لما نيجي على السبيس، بالسبيس شو بدي اسوي؟ بالسبيس ما بصير في عندك ثلاثة دايمنشنز، فبس بدي اضيف ايش؟ كمان دايمنشن اللي هو الزد، وبالتالي بصير عندك الكيرف ال تساوي
تكامل من A إلى B جذر، اشتق X بالنسبة ل T تربيع، واشتق Y بالنسبة ل T تربيع، وبدنا نشتق إيش كمان Z بالنسبة ل T الكل تربيع و DT بهاي الصورة. تمام؟ هذا هو طول الكيرف وين؟ في Space. يعني إذا في عندي أنا مثلا جسيم بتحرك بالسبيس بشكل عام، كيف بدك تطلع طول الكيرف؟ تعمل مثلا على فرض انه بلش هو من A وخلص مثلا عند B مثلا، بدك تعمل تكامل من A ل B مثلا. بس اللي بدي اياكم تنتبهوا له انه هذا الكيرف اللي هون بقدر احسبه من خلال ايش؟ يعني بكون معطى معك بدلاله البوزيشن فيكتور. يعني كلياتنا بنعرف انه البوزيشن فيكتور، ركز معي شوي هلا، انا بكون معطى معي البوزيشن فيكتور r of t اللي هي بتساوي x of t باتجاه i plus y of t باتجاه j plus مثلا z of t باتجاه k. كويس؟ هلا بدي اروح اطلع المشتقه، ركزوا معي شوي. المشتقه v of t بتطلع معك dx على dt اتجاه i plus dy على dt اتجاه j plus dz على dt اتجاه k. معناته بقدر هلا اطلع اللينث اللي هي سبيد، لينث للفيكتور v، فبطلع معك dx على dt كل تربيع plus dy على dt كل تربيع plus dz على dt الكل تربيع. وهي كلياتكم بتعرفوا معناته الكيرف تبعي من A ل B باختصار هو عبارة عن الماجنتيود ل V dt. خلصنا. إذا الفكرة هون بس بدي أفرجيكم إنه اللي موجود بالنود زي ما حكيت لكم قبل شوي، هيو في عندك بوزيشن فيكتور، بدي أطلع اللينك لإله، هي القاعدة لإله، وربطت لك إياها مع الفيلوسيتي، وحكيت وأثبتت لك إنه اللي موجود هون بيسكلي هو عبارة عن سبيد اللي هو الماجنتيود للفيلوسيتي. إذا باختصار الارك لينك فورمولا لكيرف، لحركة كيرف موجودة بالسبيس، هو عبارة عن تكامل من A ل B للنورم ل V dt. هاي قاعدة مهمة جدا. هلا اللينك يا جماعة هو رقم، وبالتالي أنا بعمل تكامل محدود لإشي سكيلر. اللينك ل V هذا مش متجه، مش فيكتور، هاي سكيلر هيك، وبالتالي بحط هون سكيلر، معناته الجواب اللي هون بطلع معك رقم حقيقي. فمثلا لو أخذنا الإكزامبل التالي، هاي إكزامبل في عندك جسيم بتحرك وفق هذا البوزيشن فيكتور، مطلوب مننا نطلع اللينث للكيرف. بعد اول حاجه بروح بطلع الفيكتور في، هيو بشتق، بعدين ايش بروح بطلع ايش النورم لفي، بطلع اللينث له، بعدين ايش بعوضه هون تعويض مباشر، هيو، وبعمل تكامل من A ل B من 0 ل 3، فبطلع الجواب جذر 3 في طول الفتره لانه بعمل تكامل لرقم. اذا لاحظوا انه اللينث هو سكيلر، رقم وليس فيكتور، فهي بدنا ننتبه لها. جميل. اوكي، هلا على فرض يا جماعه مثلا بدي اطلع مثلا مش طول الكيرف كلياته من الاول للاخر، على فرض بدي اكتب طول الكيرف بدلاله البارامتر تي، فساعتها بدي اعرف شيء مهم اسمه الارك لينث بارامتر. بس الارك لينث بارامتر بده مثلا ستارتنج بوينت، او بسميها البيس بوينت. بيس بوينت يعني نقطه تكون ايش على الكيرف. هلا بمعنى انه الارك لينث بارامتر، ممكن واحد مثلا يحكي اذا البيس بوينت هاي مثلا انا اكون معني احسب بس يعني مثلا طول الكيرف هاي اللحظه، فانا بدي اياه مثلا من تي 0 لعند التي، فبعمل تكامل من تي 0 لتي. هلا من تي 0 لتي بطلع التكامل كلياته بدلاله تي، وبما انه تي هي البارامتر انترفال، ساعتها قد ما بدك تمشي تي تقدر تمد في طول الكيرف او تكسر في طول الكيرف حسب البارامتر تي. هلا إذا بدك تروح تحسب طول الكيرف كلياته، معناته بدك تعمل تكامل على طول الفترة كلياتها، فبطلع معك باختصار رو عوض S عند آخر الفترة ناقص S عند أول الفترة. ساعتها بعطيك طول الكيرف كومبليت من الأول للآخر. تمام؟ إذا شو هدف الارك لينث بارامتر؟ بعطيك طول الكيرف بدلالة T، وبالتالي بحكي لك مثلا بناء على هاي البيس بوينت T0 نقدر نحسب ايش طول الكيرف كلياته بهي الصوره، وبتقدر تحسب كمان جزء من هذا الكيرف. فمثلا
لو جينا ناخذ الاكزامبل التالي، السؤال بحكي لك اعطيني الارك لينث بارامتر، هذا المطلوب الاول، ومعطيك البوزيشن فيكتور مثلا لجسيم ماشي بالاكس واي بلين هون على فرض، او انه ماشي بالاكس واي، ممكن هنا يكون ماشي بالسبيس لانه هون معطيك نقطه فيها 3 دايمنشن. هلا بدك تطلع الارك لينث بارامتر، بدك معناته بيس بوينت، فمعطيك البيس بوينت الواحد والزيرو زيرو. هلا لما يعطيك النقطه هاي البيس بوينت، من البيس بوينت لازم تقدر تحدد قديش تي زيرو. فكيف تعرف تي زيرو؟ ترجع على البوزيشن فيكتور وبتطلع على الكومبوننت هاي اللي هون وبتقارنها مع مين؟ بتقارنها مع النقاط اللي هون. فمثلا انا بدي هاي الكومبوننت كلياتها اشوف امتى بتطلع واحد، واشوف الكومبوننت تاع جي امتى بتطلع زيرو. هلا زد مش مبينه عندي ما هي، فبركز على هذول الثنتين، هاي بدي اياها تساوي واحد وهاي بدي اياها تساوي زيرو. بحل هذول المعادلتين بكتشف انه لازم تي زيرو تساوي صفر، او بحلها شفهي يعني طلع كيف، امتى الكومبوننت هاي تساوي واحد؟ اذا بتعوض الزاويه صفر لانه هاي بتصفر، بضل عندك جتا الصفر واحد. طيب لازم كمان لما بتعوض صفر هون لازم يعطيك صفر هون، فاذا بتعوض الصفر جاب الصفر صفر، وهي لما تضربها بصفر بطلع صفر، فالجواب يس اتس زيرو. كويس. هلا بجوز مثلا حدا يقول 2 باي بزبط، كمان 2 باي اوكي ممكن 2 باي، بس احنا بناخذ نقطه قبل يعني الفتره. هلا في هاي الحاله لما تيجي تطلع الارك لينث بارامتر، هاي القانون تبع الارك لينث بارامتر، اول حاجه بلزمك الفيلوسيتي وتطلع النورم للفيلوسيتي، فبروح على البوزيشن بشتقه. حكيت لما تشتقه تنتبه هون انه في عندك الاول في مشتقه الثاني زائد الثاني في مشتقه الاول، هاي نقطه بتزبط. بعدها بدك تنتبه نفس الحاجه هون، الاول في مشتقه الثاني زائد الثاني في مشتقه الاول، فبدك تنتبه هون كمان. هيها هلا بتشطب الاشياء اللي زي بعض، هاي محاي بتشطب وهي محاي بتشطب، فبقدر اعمل اختصار للفيكتور في، هاي موجود بهي الصوره. كويس. اذا ان تي تساوي زيرو بعطيك هاي البيس بوينت، بس اذا ملاحظه هون انه فقط تي تي 0 تساوي 0 هي اللي بتحقق البيس بوينت، هاي 2 باي ما بتحقق، 2 باي بتحقق هاي بتعطيك 1، بس 2 باي هون ما بتحقق بتعطيك 0، هون بتعطيك سالب 2 باي. اوكي اذا طلعت الفيكتور في وباخذ النورم له، هاي النورم. لاحظوا انه هون لما تاخذ جذر تي تربيع، لانه لما نطلع النورم نربع هاي ونربع هاي ونجمعهم، فبنطلع تي تربيع عامل مشترك، بضل عندك كوساين تربيع زائد ساين تربيع هي جوابها واحد، اذا الجواب جذر تي تربيع اللي هو المفروض يكون قيمه مطلقه لتي، ولكن هي تي قيمتها موجب ففيش داعي للقيمه المطلقه. اوكي اذا برجع هلا على الارك لينث بارامتر، بعوض كل شيء محله تعويض مباشر، طبعا هاي هي البيس بوينت، بعوضها بيس بوينت محلها، وبالتالي بطلع الجواب تي تربيع على 2. وهيك احنا جاوبنا على ايش؟ اعطيني الارك لينث بارامتر. لاحظوا ان الارك لينث بارامتر بيطلع بدلاله تي. هلا اذا بدك اللينث خلال هاي الفتره، خلال هاي الفتره اذا بدك اللينث خلال هاي الفتره، ما عليك اذا شو تعمل؟ بتطبق على هاي القاعده، هاي اخر الفتره ناقص اول الفتره، بعطيك طول اللينث في هاي الفتره. فاذا بدك طول اللينث في هاي الفتره زي ما هو موجود هون، ما عليك اذا تحكي هي عباره عن اس عند الباي ناقص اس عند الباي على 2. فبروح عند اس، هيها اس، وين ما في تي بحط باي، هيها بعدين ايش بنقص وين ما في تي بحط باي على 2، فتطلع عندك ايش؟ باي تربيع على 8، واحد مقامات بتطلع الجواب 3 باي تربيع على 8. طبعا بامكانك ايضا شو تعمل؟ بامكانك تحل نفس السؤال باستخدام القاعده الاولى، ما دام السؤال بده ما دام السؤال بده اللينكس للكيرف كلياته، فبقدر نروح مع بعض هلا على النوت ونحكي انه اللينكس احنا اصلا اخذناه قبل شوي، اللينكس بيساوي تكامل من A ل B في النورم ل V dt. احنا
احنا عوضنا اس ال بي ناقص اس ال اي وطلع الجواب كديش 3 باي تربيع 8. بس بامكانك ايضا اعمل تكامل مثلا من باي على 2 لعند الباي، ونحن طلعنا النورم لفي، طلعنا اللي هو عبارة عن، طلع معنا عبارة عن تي دي تي، وبطلع الجواب تي تربيع على 2 عند هاي الفترة. وبعوض تعويض مباشر، بعوض اللي فوق ناقص تعويض اللي تحت، باي تربيع باي على 2 لما تربحها بصير باي تربيع على 4، هاي باي تربيع على 4 في هون 2 بصير 8، وبطلع الجواب نفس الحاجة اللي فوق، نفس الجواب ولا إشي بفرق. هذا هو. هلا خدنا ريمارك، اذا بتتذكروا يا جماعه المحاضره اللي فاتت الريمارك المهم اللي اخذناه، حكينا انه اذا كان عندك بوزيشن فيكتور ار ديفرنشبل وكان اللينكث له كونستانت، ساعتها المشتقه له اللي هي الفيلوسيتي راح تكون ايش؟ عمودي عليه. هلا وعرفنا ايضا في المحاضره اللي فاتت شيء بنسميه الدايركشن، اذا بتتذكروا الدايركشن حكينا هو عباره عن في على النورم لفي، سميناه الدايركشن. والدايركشن اتفقنا انه هو عباره عن يونت فيكتور، ليش؟ لانه خذ اللينكث للطرفين، اللي تحت هو رقم اللينكث له نفسه لانه رقم سكيلر، بينما اللي في الباست فيكتور، وبالتالي بناخذ اللينكث له، فبطلع معك ايش؟ الجواب واحد صحيح. اذا عشان هيك بنسميه ايش؟ بنسميه يونت فيكتور. هلا تعريف ايضا تعريف الدايركشن بهاي الصورة في له اسم نسميه تانجنت، وبالتالي برمز له بالرمز ايش؟ الفيكتور تي. تانجنت هو عبارة عن ايش؟ عن يونت فيكتور اللي هو تعريفه في على اللينك لفي. والتانجنت بعطيك حركة، يعني بتحكم في اتجاه الجسيم كيف بتحرك، هل راح يلف على اليمين ولا يلف على الشمال. في كمان تو مور دايركشنز راح تعلمهم المحاضرة الجاي، يعني بصير في عندك ثلاثة فيكتورز، هاي الفيكتورز بتحكموا بالاتجاهات تبعون الكيرف، وايضا الانحناء للكيرف كمان نتحكم فيه. فباختصار هلا التانجنت فيكتور هو عباره عن في على النورم لفي، وهو عباره عن يونت فيكتور لانه من تعريف من هون واضح انه يونت فيكتور، وايضا هو شبيه في تعريف الدايركشن. وكمان ملاحظه انه بدي اكتبها على النوتس هون حتى تكون واضحه، نحن ايضا اخذنا التالي في الريمارك، اذا بتتذكروا الريمارك اللي حكيت عنها في المحاضرة اللي فاتت، بتحكي لك انه اذا كان عندك البوزيشن فيكتور ار اوف تي كان ديفرنشبل اند كان اللينكث له كونستانت، تمام. هلا معناته اذا بتشتقه لازم لما بتروح تشتق هذا الفيكتور، معناته في اوف تي اللي هي مشتقة له راح تكون عمودي على الفيكتور ار اوف تي. هاي هي النتيجة تاعت الريمارك. هلا بإمكانك تكتب هاي الريمارك بطريقة أخرى، كيف يعني؟ بإمكانك تيجي تحكي على فرض إنه الفيكتور V هو ديفرنشبل وأيضا اللينكث لإله كونستنت. ساعتها في كمان نتيجة عندي إنه شو مشتقة الفيلوسيتي هلا؟ بصير الأكسلريشن، بصير عندك الأكسلريشن عمودي على الفيلوسيتي. إذا بشكل عام خذ أي فيكتور أنت، إذا كان هذا الفيكتور اللينكث له كونستانت وديفرنشبل، معناته المشتقة له هي متجه راح تكون عمودي عليه، تمام؟ فهذا هو الاكسلريشن، يعني التسارع. فنيجي ناخذ مثال تطبيق مباشر على كيفية إيجاد التانجنت. هلا إذا بتلاحظوا أنا هون رسمهم بهي الرسمة رسم تقريبي، هلا ممكن يكون في عندنا تكون الزاوية هاي 90 درجة إذا كان R اللينك له كونستانت وديفرنشبل. فمثلا هون سؤال تطبيق مباشر، كيف اطلع اليونت تانجنت فيكتور؟ في عندي هون البوزيشن فيكتور بهي الصوره، وعشان اطلعه بيلزمك اول ايش؟ في والنورم لفي. فهي بطلع في على السريع، بشتق وبطلع النورم لفي، بطلع جدول الثلاث، بعدين ايش؟ بنطبق تطبيق مباشر على القاعده، بيجي بحكي هاي الفيكتور في، هاي الفيكتور في، بس بدي اقسم كل كومبوننت على جدول الثلاث، فبطلع معك هاي الصوره. طبعا لاحظوا انه التانجنت هون لازم يطلع معك يونت فيكتور، ليش؟ لانه اذا بتيجي تطلع اللينكث لهذا التانجنت يطلع معك الجدول التربيعي،
في عندك هون 1 على جذر 3 لما تربحها بتصير 1 على 3 زائد ايضا هاي لما تربحها بتصير 1 على 3 واخر كومبوننت لما تربحها كمان بتصير 1 على 3 وبالتالي بطلع الجواب معك 3 على 3 يعني 1 صحيح. So it's a unit vector. وبهي الصورة بيكون section 13.3 is completely done. اوكي اذا هنا كاكزامبل بسيط مثلا هاي البوزيشن فيكتور ار اللي بتلاحظوا طبعا هو ديفرنشبل بس اللينكث له ما بيطلع كونستنت لان اللينكث له بيطلع 1 زائد تي تربيع فما بيحقق الريمارك مثلا. فلما طلع الفيلوسيتي الفيلوسيتي لساتها ايش كمان اللينكث له بعطيك 1 زائد 1 جذر 2 بس اذا بطلع الاكسلريشن مثلا الاكسلريشن هلا راح يطلع معك بهي الصوره اللي هو عباره عن سالب كوساين تي اتجاه I و minus sin t اتجاه J لأنه هلا بتسفر الكومبوننت تبعت K هلا وبالتالي اللينك للاكسلريشن راح يطلع معك الجواب 1 صحيح هي كوساين تربيز تطلع 1. هلا معناته الاكسلريشن اللي عندي أنا هون هو عبارة عن differentiable واللينك لإله ايش constant معناته إذا بدك تشتق الاكسلريشن لازم تكون الرسمة تبعت عند أي نقطة مثلا لو جينا خدنا كالتالي ركزوا معي لو جيت أطلع المشتقة الأكسلريشن مثلا شو راح تطلع معي تطلع معك ساين تي باتجاه اي ماينس كوساين تي باتجاه جي بعدين جيت أعمل كالتالي بدي أروح عشان أفرجيكم الريمارك لا بدي أروح أعمل التالي بدي أروح أخذ مثلا أعطيني الاكسلريشن مثلا عند النقطة مثلا باي وبطلع الجواب سالب كوساين الباي باتجاه اي ناقص ساين الباي باتجاه جي وبطلع الجواب اي لانه هاي بتطلع سالب واحد سالب لسالب بصير موجب هاي بتسفر. هل كنت روح طلع كمان سمي هذا الفيكتور مثلا دبليو اللي هو مشتق التسارع روح طلع لي دبليو مشتق التسارع عند الباي شو راح يطلع معك؟ راح يطلع معك ساين الباي اتجاه اي ماينس كوساين الباي اتجاه جي فصح يطلع معك التالي هاي صفر بضل عندك كمان الجواب جي. هلا لما تيجي ترسم اي وجي لازم يطلعوا عموديات على بعض لاحظوا انه الرسم هون راح يكون في الاكس واي بلين هاي اكس هاي واي حتى لو بدك ترسم حتى لو بدك ترسم في 3 دايمنشن بزبط كمان مو نفس الحاجه هاي 3 دايمنشن هاي عندك واي هاي عندك زد هاي عندك هون اكس كويس. هلا بدك تيجي ترسم بدك ترسم الاكسلريشن عند الباي هو عباره عن اي وبالتالي اذا عندك 2 دايمنشن هاي عباره عن اي للباي هاي رقم واحد والدبليو للباي هي جي جي بتمشي مع مين؟ مع الواي اكسس سو ذيس از دبليو عند الباي وواضح ان الزاويه 90 درجه السبب في ذلك انه كان ايش؟ الاكسلريشن كان ديفرنشبل واللينك له كونستنت فمشتق له عند اي نقطه راح تطلع عموديه عليه او ممكن ترسمهم بال 3 دايمنشن فاذا بدك ترسم التسارع عند الباي بدي اعطيك اي اي بتمشي هاي اي خطوه واحده اذا سو ذيس از اي عند الباي واذا بدك تمشي المشتق له هو جي فهي جي وبالتالي هاي دبليو عند الباي وواضح انه الزاويه بينهم قديش 90 درجه فهيك بنكون جاوبنا على السؤال من خلال الرسم ايضا.